حلاوتك يا دنيا لما تلعبي شطرنج. لا بس انت طلعتي بترقصي حلوه يا بت. هو في بنت في مصر ما بتعرفش ترقص؟ لا طبعا في. والنبي ما اعرف. لا بس البنت مديحه صراحه معروفه. ما بتشغلش عندها غير موزز. الا انت اتطلقتي صحيح؟ هو انت كنت متجوزه ولا مصاحبه ولا مش فارقه. هما الناس الكبيره كده. مالهمش بقى في موضوع الجواز والخلفه والمسؤوليه وكده، وحتى لو ليهم على فكره. شهرين ما يعملوش حاجة، خصوصا يعني ان جده عبد العزيز عظمة كبيرة ما يستحملش. تمام. راح فين؟ ممنوع يا حلو. هو ايه اللي ممنوع يا حلو؟ الله انت ما تعرفيش ولا ايه؟ اصل انا دافع. دافع يعني الليلة ليلتي. يعني انت بايتة هنا. ولو فكرت انك تمشي ازعل، وازعل يعني مديحه تزعل، ولو مديحه زعلت هتمشيكي وانت مش ناقصه. تعالي تعالي. لا مدام دافع بقى اجي اهو. الا قولي هو انت بتشتغل ايه يا سلامه بيه؟ دكتور. مبروك. مش مهم بشتغل ايه، المهم معايا كام وهدفع كام. صح، انت صح. هو انت هتديني كام؟ اديك اللي انت عايزاه. بس يا ترى لو اديتك اللي انت عايزاه اخد اللي انا عايزه؟ طبعا. وده كلام، هو ده الشغل. يبقى تقومي تهزي يا حلوه. بس بقول لك ايه، انا عايزك تهزي بضمير. انا مش عبد العزيز. يلا قومي هزي هزي. الله، انت مكسوفه ولا ايه؟ حتى عيب على اللي بتشتغل شغلانتك تبقى مكسوفه. انا لا مكسوفه ولا اي حاجه. انا بس اتاكدت دلوقتي ان انت ما نسيتش هاله. جبتني مخصوص عشان توريني الهلومه اللي انت عايش فيها دي. انك بقيت راجل غني، عندك فلوس، عايش في فيلا. بس يا حرام يا حرام، مش قادر تنسى. مش قادر تنسى اللي قالت لك لا. العواف كان فيه وخلص يا عينيا. انت صعبان عليا قوي. بس اقول لك حاجه، انت ما تهمنيش ولا تفرق معايا، وزيك زي اي زبون. أنا أصلا مش شايفاك. بقول لك إيه؟ ما تنساش تبقى تحسن في حالة لوحدك عشان أنا ما بسيبش حد. اقعد واتفرج. الحاجة بتذل النفوس.
ضعيف قوي الإنسان من جهله فاكر الفلوس هي السند والأمان الحاجة بتذل النفوس وضعيف قوي الإنسان من جهله فاكر الفلوس هي السند والأمان بالغالب يضحي عشان حبة ورق في ايديه بيقل من قيمته ومذلول ومكسور عينيه بالغالب يضحي عشان حبة ورق في ايديه بيقل من قيمته مذلول ومكسور عينيه الحاجة بتذل النفوس. صباح الخير يا ابراهيم. صباح الخير. تعالي. انا مش عارفة انا هعمل معاك ايه هنا بالظبط. يا حبيبتي انتي لازم تعرفي انا بقيت ايه عشان تشوفي بعينك. طب اديني شفت اهو، ممكن امشي بقى؟ لا يا حبيبتي انتي لازم تشوفي المكتب اللي انا قاعدة فيه. يلا. صباح الخير يا استاذة سلوى. صباح الخير يا عم عبده. يلا تشربي ايه؟ ولا انا عارفه انت بتحبي ايه؟ اتنين نسكافيه بلبن بسرعه لو سمحت. شفتي بقى ان انا كنت صح وان انت اللي غلط؟ ايه؟ مالك؟ انا همشي يا سلمى. ليه؟ استني بس، ده انا كنت عايزاكي تقابلي ايهاب بيه عشان كنت عايزه اقول له شغلك معايا هنا. سلمى بتعالي عشان نخلص اجراءات التوكيل. اختي جليله. حلو قوي، زيك يا سلمى. شربت بقى حاجه ولا سلمى عملت معاكي زي ما بتعمل معانا؟ لا متشكره قوي، انا شربت. شرفت الشركه، مستنيكي بقى في المكتب. شفتي بقى الرجاله اللي بجد، اشي فلوس واشي عربيات بذمتك، ده ولا فتح بتاعك؟ تفتكري انا لو قلت الفتح اشتغل معاكي هنا هيرضى؟ ويرضى ده ايه؟ ده يحط جزمه في بقه وما يتكلمش خالص. يا بنت فكك منه بقى، انا مش عارفه انت ماسكه فيه كده ليه؟ والله العظيم بكره تتجوزي سيد سيده. ولا متطلقه؟ يا بنت الناس اللي عندهم فلوس وفوق ما يفكروش في الكلام ده خالص، كل اللي همهم انهم ينبسطوا، وطالما انت داخله دماغه يبقى ما يفكرش في الحاجات دي. اتفضل يا استاذ سلمى. ميرسي يا عم عبده، ربنا يخليك. تقولي لحضرتك بحاجه تاني؟ لا لما عاوزك هندهلك. حاضر يا فندم.